قاسي سعيد، لو نتحدث عن الخطة التكتيكية التي لعب بها المنتخب الوطني أمس، البعض رآها 4-1 4-1، البعض الآخر رآها 4-1 3-2، كيف وجدتها أنت؟ أنا شفتها 4-2 3-1 4-2 3-1، في بعض الأحيان تولي 4-3-3، هذا هو اللي شفته أنا في سيستم دو باس تاع كيفاش 4-2 4-2 اللي كانوا 4 مدافعين، اللي كان 2 كان زروقي وعوار و3 قدام. لكن عوار كان متقدم ماشي كثير، كان متقدم، كان يمشي وسط ميدان دفاعي واحد اللي هو زروقي. لما تكون عندنا الكرة كان يتقدم ولكن لما نبحروا الكرة كان يرجع عوار، هو وزروقي كانوا يدافعوا ويعاود يولي محرز وعمورة وكاين قويري و 4-2 3-1، هذه هي الخطة اللي شفتها انت اللي كانت في البداية. كانت 4-2 3-1، لكن ابخي فوق أرضية الميدان لانيماسيون تتغير تماما. في الانيماسيون شفنا مثلا توبا ماهوش ظاهر هجومي او طرونس يعني هجومي كثير، شفنا ليبرتي حريه كبيره لعموره في الرواق الايسر، محرز شفناه بوكو بلوس كان يروح يدي شويه الانترفال وكان يخلي العطال باش يجيه من اللور، شفنا عوار هو المسؤول على الكره في عمليه بناء اللعب، هو اللي كان ياخذ الانيشياتيف انه يجيب الكره، الهجمه تبدا عندما يتحرك عوار، تبدا عند عوار. شفنا زروقي بوكو بلو ديفونسيف، يدافع يغطي ليبراش، يغطي الفراغات، يغطي على عطال، يغطي على توبا كيصعد. شفنا ماندي في محاوله ولا محاولتين صعد بالكره. تنشيط الهجومي شحال من مهاجم لعبنا؟ لا كنا نلحقوا المنطقة تقريبا كنا بخمسة ستة مهاجمين، كنا نشوفوا في بعض اللقطات نشاهدوا شوف عمورة يدخل من الدوزيام بوطو، دائما يجي اون طونك إلي غوش يجي يغلق الدوزيام بوطو، ونشوفوا قويري سليماني ويجي معاهم يسقط معاهم عوار كثالث وعمورة والرابع، كنا في بعض المحاولات نشوف محرز كان كي تكون الكرة أغوش مثلا المحرز يجي يدير لو سونتر، دائما تشوف أربعة ثلاثة مينيموم ثلاثة داخل المنطقة من اجل الزياده العدديه. سليماني يلعب جيدا بالراس، قويري نفس الشيء، وعموره قناص وشفنا كيفاش في الهدف الاول خرج دا الكره. زروقي اللي كان مسؤول على عمل دفاعي اكثر، لكن لما خرج زروقي وخرج قويري تقدم عوار ولا شغل ولا فريديس، وانا اتوقع انه شاهد عوار اكثر تقدما في مواجهه مساء. وشفنا شايبي هو اللي كان راح يكون معه بنسبه كبيره فغولي كاساسي، شفنا شايبي هو اللي كان مسؤول على نقل الكره للامام، وفغولي كان عنده دور دفاعي اكثر تقريبا مشابه لدور زروقي. نعم، على ذكر الزروقي انا في اعتقادي واحده من افضل المباريات التي قدمها زروقي تيقة مع المنتخب، استرجع الثقه وحتى مع ناديه متالق في الفتره الاخيره بعد انتقادات كثيره، يبدو انه زروقي يريد ان يقدم شيء ما، يريد ان يثبت بانه موجود، يريد ان يتحرك قليلا عسى ان يكون ورقه رابحه لجمال بالماضي في كاس امم افريقيا. عليه فقط ان ينوع في اسلحته لانه يملك الكثير من الاسلحه، عليه ان يتقدم، نريد فقط ان نشاهد زروقي يتقدم بين الفينة والأخرى نحو الأمام، أن يعطي الإضافة العددية للمنتخب الوطني، أن يحاول بالتسديدات، لديه تسديدات قوية، أن يحاول بتمريرات نحو الأمام تكسر خطوط الدفاعات المنافسة، خصوصا وأننا سنواجه فرقا ومنتخبات إفريقية متكتلة تلعب في الدفاع وتعتمد كثيرا على القوة البدنية، لذلك نحتاج كل لاعب وسط كل الحلول المتاحة وكل الأسلحة التي يملكها. هذا ما نريده فقط من زروقي. بالأمس لما سجل هدفا كنا سعداء جدا بهذا الهدف الذي نعتقد أنه ربما سيحرره، سيجعله متعطشا أكثر نحو المرمى، سيتقدم أكثر في قادم المباريات. الآن في مواجهة مصر أعتقد أن زروقي سيحافظ على مكانه مقابل إقحام سفيان فغولي إلى جانب عوار في التنشيط الهجومي، ربما قويري سنشاهده كقلب هجوم حقيقي في هذه المباراة مع الحفاظ على عمورة على اليسار ومحرز، ربما شعيبي أيضا ربما سيكون جناحا أيسر في هذه المواجهة. المهم كما قلنا من قبل، الآن هناك ثراء كبير في التشكيلة، لدينا تشكيلتين مثلما كان عليه الحال في كأس أمم إفريقيا 2019، لذلك نتفائل كثيرا قبل انطلاق الكان بشهرين. قاسي سعيد، بالنسبة للدفاع شاهدنا دفاع آمن مطمئن صلب قوي متماسك، دفاع يبشر بالخير. الدفاع عندنا الناخب الوطني عنده خيارات كثيرة محمد. أنا حاجة اللي فرحتني في الدفاع ما نكلم لا على مندي لا على بن سبايني لا على طوبا، هو عطال. عطال اليوم راه تقريبا يشارك في كل المقابلات مع أنيس بدون إصابات. بدون إصابات،
شفنا مع المنتخب الوطني ما عادش هذاك اللعب تاع عاد عقلاني لعب واحد عقلاني ما يرميش روحه كيما جات ما يدومونديش الكره شفت طالع حاضر كبر كبر الان عنده خبره عنده خبره اصبح اكثر توازن في لعبه اكثر توازن اكتسب خبره والحاجه اللي فرحتني اللي قلت لك هو ما كانش الاصابات تاع عطال بالامس شاهدنا عوار قلت لك عوار عفوا عطال كما قال لك محمد عقلاني كثيرا ما كانش يغامر بزاف في الهجوم ما كانش يغامر بزاف في المواجهات الثنائيه لانه يعلم انها مجرد مباراه وديه امام منتخب الراس الاخضر ولكن فقط تعقيب حول الدفاع لا يجب ان ناخذ مباراه الامس محمد كمرجعيه لقياس مدى قوه دفاعنا لانه هجوم منتخب الراس الاخضر بالامس كان ضعيفا بعض الشيء لا شهدنا دفاعنا امام السنغال نعم امام السنغال الدفاعات الجزائريه تقريبا صدت كل هجمات السنغاليه وحتى حارس المرمى حتى حارس المرمى كان في اعلى مستوى الحارس حارس هو جزء من منظومه الدفاعيه امام نعم. نحن نتحدث عن رباعي خط الدفاع نعم. لما ناتي الى حراسه المرمى نشري حراسه المرمى بالتحدث عن مستوى الحارس مونريال الان نتحدث عن رباعي لكن الدفاع لكن امين من الطبيعي انك سمحني مباراه على رباعي الدفاع من الطبيعي أنه لما تلعب أمام بطل إفريقيا وتلعب خارج ميدانك وهو يكون في ملعبه وأمام جمهوري عادي أنه يخلق ثلاثة أو أربع فرص ويصدهم الحارس لكن المنظومة الدفاعية تتحرك بشكل جيد وش معناتها كي يخلق لك أربع فرص ولا خمس فرص حقيقية للتسجيل محمد معناتها هذا أمر عادي أنا نعتبره لأنه يلعب فوق أرضية ميدانه أمام جماهيره هذا بطل إفريقيا أمين ملعبش أمام منتخب متواضع وش يعتبره بن شابير يعتبره أنه الدفاع فشل في أربع مرات أو خمس مرات من الحد من خطورة مهاجمي المنتخب سامحني مولانا هذه كرة القدم دفاع لا يستطيع أن يؤدي كل مهامه من بداية المباراة إلى نهايتها دون أي خطأ أنا أعتبر أنه ثلاثة أو أربع فرص أمام السنغال أمر عادي مباراة الأمس ما كانت معيار باش نقيسه تلقينا في التصفيات تلقينا ست أهداف أو سبع أهداف محمد وهذا عدد معتبر في التصفيات بالنسبة لمنتخب مثل الجزائر لا. لذلك علينا أن نكون حذرين في التعامل مع مستوى دفاع الخضر في المباريات المقبلة الحكم على مدى صلابة الدفاع المنتخب الوطني الجزائري سيكون في كأس أمم إفريقيا مع انطلاق المنافسة لا يهم المنافس محمد سواء أمام نيجيريا التي سجلت 22 هدف في التصفيات مقابل 8 أهداف فقط للمنتخب الوطني الجزائري محمد أو أمام موريتانيا التي ربما هي أقل منتخب مستوى في مجموعة المنتخب الوطني الجزائري لذلك علينا أن نكون عقلانيين ومنطقيين وعلينا أن نحتكم إلى أرض الواقع شكرا لك أمين إلى تصريحات جمال بالماضي ونبدأ بالتصريح الأول حول ثراء تعداد المنتخب الوطني Il me semble que dans un avenir proche, et peut-être Inch'Allah dès la prochaine date FIFA, je vais aller vers ce qu'on appelle des problèmes de riches, notamment à certains postes. Il va falloir faire des choix. Et je sais qu'on va me dire, pourquoi t'as pas pris celui-là, mais il y aura tellement de choix que ça va être, voilà, ça va jouer à pas grand-chose. Qu'ils aient leur place en sélection, mais je peux pas tripler les postes, quadrupler les postes. J'entends par exemple des fois en leur disant que quand vous citez un joueur, comparez-le tout de suite à celui qui est déjà là, à sa doublure, et après vous tmiyiz. Est-ce qu'il est meilleur qu'eux, oui ou non, dès la prochaine date. On sera dans cette situation de choix à faire. On sera aussi, là je fais la transition sur la Coupe d'Afrique, durant la Coupe d'Afrique aussi, il va y avoir des déçus, il va y avoir des joueurs qui vont s'estimer être lésés, hagrohum ou dalmohum. Je suis passé pas dans ma nature de faire ça, mais c'est des choix qu'il va falloir faire et je vais les assumer. Et tant mieux, c'est entre guillemets un problème de riche. On a fait en sorte de il fut un temps où on avait justement quelques problèmes. On a fait en sorte d'avoir beaucoup de monde et de la qualité, c'est pas de la quantité, de la qualité. Maintenant, il va falloir faire des choix et puis ça va être une concurrence saine et loyale et en interne. Et c'est la vie des sélections nationales. Donc dès la Coupe d'Afrique, il va y avoir aussi ces choix à faire. Avant ça, il va y avoir des qualifications Coupe du Monde quand même, dès le mois prochain. Important, crucial pour nous. On va beaucoup, beaucoup s'impliquer là-dessus. Et on a un gros match contre l'Égypte. Donc il y a une compétition qui se joue effectivement contre les adversaires, mais en interne aussi, il y a la concurrence. Donc on va réfléchir en fonction de cette date-là pour la date prochaine et en fonction de la date prochaine pour la Coupe d'Afrique.
إذن كما تابعتم المهمة ستكون صعبة جدا بالنسبة لجمال بلماضي من أجل اختيار التعداد الذي سيركب الطائرة وسيسافر إلى كوت ديفوار من أجل الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني الجزائري. ستكون هناك قرارات حاسمة واختيارات مفصلية، هذا سيذهب وهذا سيبقى في المنزل، هذا سيلعب وهذا سيشاهد الكان عبر شاشات التلفزيون. نعم، قرارات صعبة للغاية تنتظر الكوتش. شوف، صعبة حقيقة. أنا بالنسبة لي النخب الوطني 99% فاصل 9 القائمة راهي في راسه، صوف بليسيرة إذا ما كانت إصابات. ولكن لما نتكلموا نقول اليوم بلي المشكل اللي عنده جمال بلماضي تاع عدة لاعبين اللي عندهم مستوى لاباس به خير من اللي ما يكونوش عندك محمد. نقبل هذا المشكل ولا المشكل الاخر اللي ما عنديش، على الاقل لما نخزر في دكة الاحتياط نشوف اللاعبين اللي موجودين نفرح. شوف قاسي سعيد، اسمح لي كلامك كبير، كاين بعض المناصب مازال ما عندناش فيها دي دوبلير، حتى بواقعية الظاهر ايمن ما عندناش ظاهر ايمن. شوف ميدو قاسي اسمح لي، كاين عطال ميدو يا ليزوت ميدو، كاين عطال وكاين شفنا بزوط. جمال بلماضي يقدر يلعب طروا ديفونسور، يقدر يلعب طروا 5-2، كاين لاعبين اللي عندهم كيش يقولوا مزدوجه المناصب، ماش راح تجيب دو زاير دروا دو ستوبر دو ليبيرو، ما تقدرش تجيب هكذايا. 24 دي 23 عندك دوبلور دو دوبلور في شاك بوست، طروا غارديان ما نجموش نعملوا 3-5-2. حنا لعبنا 3-5-2 خطرات في حياه جمال بالماضي، ربحنا في كاميرون وجينا خسرنا هنا 3-2، ما رحناش كاس العالم. انا نقول لك كاين مناصب مازال ما عندنا. شوف مثلا ظاهر ايسر عندنا ايت نوري والعروسي وتوبا بن سبعيني، وبن سبعيني روماني اكسيال مش يقولوا مزدوجي عنده بس بايني بن سبعيني يقدر يلعب كمدافع ايسر ك ميليو ديفونسير واكسيال ديفونسير واكسيال، يعني شوف هذا اللاعب تربح ثلاث مناصب به. مصح هو الان منذ فتره يلعب في محور الدفاع مع عيسى مندي في محور الدفاع مثلا، مع احتراماتنا لكل اللاعبين تو جاي اوكي، لكن من مع تو جاي لوتر دوبلور اللي مع تو جاي يعطيه لي توبا انا افيك تو ريسبيك جو لوي دو ان ما رايي. نعم عمرو لا قلنا عليه في اللاكس عندك ثلاثة سورتو اوكي، تروح بثلاثة كوب دافريك في اللاكس، تروح بأربعة في اللاكس، لا تروح بأربعة، تروح بأربعة دوبلو أربعة قصة العالم لي ميور كوتش دو موند يروحوا بأربعة. توبا ينجم يكون في اللاكس كانت سعيد لو يصاب واحد أو يخرج بطاقة حمراء تبقى تلعب في اللاكس عمرو إلى دورة كاملة. مع احترامي لها ماشي ننتقد فيها كشخص، حنا لكن نحبوا نلعبوا على الواتر الشخصانة وكذا، نتحدثوا على اللاعب رأيي الشخصي. عمري لا قلنا عليه سورتو اكسيال في بالي ما كش يقولوا دوكا بالعربيه لا يعطي ضمانات في المحور الدفاع، شفنا امام منتخب السويد قدم مباراه من الذي يعطيك ضمانات محور الدفاع؟ نعم سي با مو دو شوازير. لا مادام راك تقول بان توبا غير مقنع اعطي لي من اقنعك.